تستمر تداعيات العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية إذ تراجعت قيمة الدينار أمام الدولار في البورصة الرئيسية ومحل الصرافة والأسواق المحلية ببغداد العاصمة بعد أن تجاوز سعر الصرف حاجز 153,000 دينار لكل 100 دولار. وما تزال أزمة الدينار أمام الدولار قائمة في البلاد منذ أواخر العام الماضي، إذ يشهد سعر الصرف تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي بهدف الدفع لاستقرار أسعار العملة. كما يتخوف اقتصاديون من تعمق مشكلة أسعار الصرف، خاصة بعد حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة يمارس بعضها أدوارا تغذي خفض سعر العملة المحلية.